ايه اللي حصل يا ساره؟ صباح الخير ان شاء الله. الدكتور عندها فوق وهيطمنا دلوقتي. مش انت اللي كلمتني وقلت لي مراتك وقعت من طولها؟ ما كلمتيش من بدري ليه؟ كنت وديتها اي مستشفى بدل ما تجيب على هنا. انا حاولت اوديها المستشفى بس هي رفضت وصممت تيجي على البيت، وكلمت الدكتور وكلمتك على طول. يا دكتور فهمني في ايه؟ ايه الدوخه دي؟ الدوخه نتيجه اجهاد مش اكتر، لكن للاسف واضح ان في مشكله اكبر من كده. مشكله ايه؟ المدام لازم تعمل اشعه ميموجرام عشان اقدر اطمنك. اشعه؟ عشان ايه الاشعه دي؟ اشعه على الصدر، عشان وانا بكشف عليها اكتشفت ان في كتله تحت الباطن، وممكن تكون هي دي اللي مسببه التعب. اوكي انا مش فاهم اي حاجه. اهدى بس يا استاذ صلاح، خلي الدكتور يفهمنا في ايه. يعني ممكن للاسف يكون عندها ورم في الثدي. ورم؟ ورم ايه يا دكتور؟ انت متاكد من الكلام ده يا دكتور؟ ممكن تكون مجرد تكيسات، مش عارف. يا تكيسات ولا ورم، ما تريحني. مش هقدر اكرر حضرتك غير لما اجيبها لي المستشفى واقدر اعمل لها الاشعه والفحوصات اللازمه، ساعتها بس هقدر اطمنك. تطمني ايه بالكلام ده؟ وسع يا دكتور، وسع وسع. معلش يا دكتور انا اسف، بس انت اكيد عاذر الحاله اللي هو فيها. اكيد العلاج ده لو سمحت تمشي عليه لحد بكره وتجيبها لي بكره ضروري جدا، واي تاخير عليها خطر جدا على صحتها. هستاذن حضرتك. اتفضل يا دكتور. شكرا تعبناك معانا. انا كنت كويسه والله، معرفش ايه اللي حصل. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، شويه اجهاد مش اكتر، طلب اشعه. يعني تتعبانه من حاجه تانية؟ وايه حكايه الورم اللي طالع لك ده؟ ما هو سالني عليه برضو، بس عادي يعني، هو عندي بقاله فتره وما بيوجعنيش. طيب احنا بكره ان شاء الله هنعمل الاشعه دي ونطمن كله هيبقى كويس. طمن صلاح، هو الدكتور قال لك ايه؟ وفي ايه بالظبط؟ صلاح اقول له يدخل. هو مين ده اللي يدخل وانت قاعده كده؟ مين ده؟ عادي صلاح، ده حمدي يعني، هو غريب. انا جاي لك لحظه واحده. ادخل يا حمدي. انا اسف اني ازعجتك، بس الدكتور مشي وكتب الروشته دي، فهنزل اجيبها من الصيدليه واجي دلوقتي. احنا هنكلم الصديق ونجيب الدواء. شكرا. متشكره قوي يا حمدي على تعبك معايا النهارده. لا تعب ايه، انا ما عملتش اي حاجه. المهم بس بكره تروح المستشفى زي ما الدكتور قال وتعمل له الاشعه والتحليل اللي قال عليها. ولو احتجت اي حاجه بكلموني. تعالى اوصلك. لا لا خليك، انا عارف الطريق. تصبح على خير. ده ماله بقى ان شاء الله. يعني بدل ما تشكره يا صلاح، ده لولاي انا ما اعرفش والله كان ممكن يحصل لي ايه. والله ماشي. استنى بس، هتزعل مني وانا تعبانه برضو. بكره الصبح ان شاء الله هنروح المستشفى، ارتاحي. واكيد الاستاذ حمدي هيبقى عايز يطمن عليكي. انت بتغير عليا يا حبيبي. ساره انت تعبانه شويه الكلام ده خالص. ممكن ما تخبيش عليا، تقولي الدكتور قال لك ايه بجد؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.